شاب زينا كده خارج بالليل راح يسهر عند ناس صحابه في الزمالك، بيدور على ركنه مفيش، الشوارع كلها مركون فيها، والزمالك بالليل بتبقى ضلمه في اوقات كتير قوي زي اي منطقه في مصر وزي اي شوارع في مصر. المهم صاحبنا ده لقى رصيف كده فاضي على قد عربيته الفور باي فور، عليه زباله كده وتراب ورمله وطين وكرتونه مفروده على الارض كده وشويه ورق جرايد ملوش اي لازمه، يعني احدى معالم مصر السياحيه يعني. راح طلع بعربيته وجايب ورا ساعتين تلاتة كده، صاحبنا خلص سهرته ونزل لقى عربيته متكلبشة، راح يدور على الضابط علشان يدفع المخالفة ويبعت معاه حد يفك له الكلبش، ملقاش، الوقت كان متأخر، راح واخدها من قصيرة واخد تاكسي وراح بيها البيت وقال الصباح على بحر. نزل تاني يوم الصبح صاحبنا دوت راح عند نقطة المرور عشان يدفع المخالفة ويبعت معاه عسكري عشان يفك له كلبش. السلام عليكم، بيوري ظابط رخصته، راح قابضين عليه وكلبشوا ايده وحطوه في عربية البوكس. والواد مش فاهم حاجة، هو فيه ايه؟ وصلوا لغاية عربيته لقى الدنيا مقلوبة هناك وبوليس وإسعاف وونش وناس بتصوت وستات مدارية وشها وصاحبنا مش فاهم حاجة. الكرتونه اللي كانت مفروضه على الارض وسط الزباله دي كان نايم تحتها واحده ست غلبانه ومعاه ابنها في حضنها، وصاحبنا طبعا هو بيركن بعربيته الفور باي فور طلع فوقيهم هرسهم وما خدش باله عشان الدنيا كانت ضلمه والرصيف كان كله زباله. السؤال هنا هو ليه ست غلبانه وطفل يتقتلوا بدون ذنب بالطريقه ديت؟ وليه شاب كل اللي عمله في حياته والغلطة اللي عملها في حياته ان هو كان بيدور على ركنة يتسجن وضيع مستقبله ويتكتب في ملفه ان هو سوابق ومتهم في جريمة قتل؟ طب الحدوتة اللي انا حكيتها دي ما حصلتش، انا بألف بجد، انا بألف بكذب او بألف اختراع قصة، او يمكن حصل حاجه شبهها وانا ما اعرفش او ما حصلتش خالص بس هتحصل بكره او بعده بكره او بعده. هو ما ينفعش تتحركوا قبل ما حاجه زي دي تحصل، ولا مستنيين ان هي تحصل عشان تتحركوا؟ طب هتحصل كل يوم هتتحركوا؟ أتمنى الرسالة دي تكون وصلت يا سادة يا مسؤولين. سلام عليكم.